قالوا على الجمال أن تحسن ملبسك فلا تخرج للناس مبعثر الهيئة، طيب الرائحة كأن في جيبك زهرة، لين الكلام كأن لسانك تمرة، سليما من الأحقاد كأن في قلبك جنة، واثقا من نفسك كأن في نفسك دولة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة ولقاء جديد في برنامجنا وبرنامجكم تحت القبة. وعندما نذكر القبة في هذه البرامج نقصد قبة البرلمان أو مجلس النواب. بدأ موسم مجلس النواب، وبالتالي تستقبل القناة والقنوات الفضائية بعض المرشحين الذين يكون لهم دور في هذه الفترة في انتخابات مجلس النواب 2020. وإن شاء الله يكون معنا النهاردة ضيف جميل وعزيز، وهو أحد المرشحين عن دائرة المطرية، وهو الأستاذ سيد السيد يوسف. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم، مشرف اللقاء أستاذ سيد والأنسية النائب. يا ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. بيقولوا أو بيسموه نائب الغلابة، هنعرف بقى إيه حكاية نائب الغلابة دي. ولكن بداية قبل الحوار مع الأستاذ سيد، عايزين بس معلومة صغيرة عن حي المطرية، وطبعا بالتالي بندعو كل أهالي وسكان حي المطرية متابعة هذه الحلقة، لأن طبعا بيكون معنا أحد المرشحين عن هذه الدائرة وهو الأستاذ السيد يوسف. حي المطرية يقع في المنطقة الشرقية بالقاهرة، وتم فصل حي المطرية عن حي شرق بصفة عامة في عام 1991. المطرية بها معالم أثرية قديمة وبها معلم خاص جدا، وهو مسلة المطرية. مسلة المطرية أو مسلة الملك سنوسرت، وده من الأسرة الثانية أو الأسرة الثانية أو العصور الوسطى في الألفية الثانية قبل الميلاد. وهناك وطبعا ده كان يعتبر آخر معلم أثري لهذه الدولة اللي هي دولة أون، أو التي تسمى هليوبلس باليونانية. هناك طبعا المعالم الحديثة والمتعددة في حي المطرية، منها على سبيل المثال مستشفى المطرية التعليمي، وهناك كلية الهندسة جامعة حلوان، من أعرق الكليات الهندسة على مستوى مصر والعالم العربي. أيضا هناك مستشفى أو مسجد ومستشفى النور المحمدي، وهو مجمع إسلامي كبير جدا جدا بيخدم أهالي المطرية. وهناك أيضا معهد الكلى والمسالك البولية، والكثير من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العريقة والمتقدمة في مجالات كثيرة. لذلك النهاردة بنقول بالنسبة لأهل المطرية، أهلا بكم النهاردة في متابعة هذه الحلقة في برنامجنا تحت القبة، وضيفنا الكريم سيد السيد يوسف هاشم. برحب بيك مرتين يا استاذ سيد. ربنا يخليك فندم. استاذ سيد، بدايه بنقول في مثل هذه البرامج البطاقه الشخصيه، الاسم بالكامل. انا اسمي سيد السيد يوسف هاشم. انا بشتغل محلل نظم بالهيئه الوطنيه للاعلام. يعني هنقول طب الاقامه فين حضرتك؟ الاقامه انا شغلي او اقامه مكاني، انا ساكن في المطريه طبعا في 17، يعني في مكان المطريه. يعني انت مرشح نفسك عن دائره المطريه ومن ابناء المطريه. تمام. فبالتالي انت عايش الجو بالكامل في حي المطريه. طبعا طبعا عايشه. نعم. بالكامل من الالف للياء. حضرتك قلت لي ان انت محلل نظم. محلل نظم بالهيئه الوطنيه للاعلام، يعني انت الاعلامي سيد يوسف. يعني هو محرر فيديو بموقع اخبار مصر طبعا. نعم. شرف كبير ليا طبعا ان انا شغال في الهيئه الوطنيه للاعلام، لانها اكسبتني خبره كبيره قوي في مجال الاعلام، وشرف كبير ليا ان انا اشتغلت فيها. تمام. طيب يعني احنا بقى لو اتكلمنا وقلنا بلد المنشا بالنسبه لحضرتك. يعني انا من سوهاج. نعم. مركز ساه قلتا. قريه الجلاويه. نعم. ده اللي هو المنشا. إذن طبعا برضو أهالي قرية الجلاوية طبعا بنرحب بيهم إن هم يتابعوا هذه الحلقة، باعتبار أن الأستاذ سيد بلد المنشأ تعتبر الجلاوية سوهاج. وطبعا عندما نذكر الجلاوية نتذكر جميعا معالي المستشار فاروق أحمد سلطان، هو أحد رموز القانون والعاملين في القانون فترات طويلة جدا جدا. طبعا معالي الوزير نرجو تكون بخير إن شاء الله وبإذن الله أنت والأسرة الكريمة. عودة لضيف اللقاء الأستاذ أو الإعلامي السيد يوسف، وحنقول بقى هل هناك مناصب أخرى لحضرتك تقلدتها في هذه الفترة؟ فعلا أنا اتصالي مباشر بالإعلام، ربنا أكرمني ونصبت مستشار إعلامي بجريدة الحياة اليوم،
واكسبتني خبره كبيره جدا بقياده الاستاذ مصطفى صلاح الدين رئيس مجلس اداره جريده الحياه اليوم. الجريده فيها مجالات كتيره جدا جدا، اتعلمنا فيها ازاي نتعامل وازاي نشتغل شغل اعلام وشغل صحافه، وده في حد ذاته برضو اكسبني خبره رهيبه جدا. وبعد كده نصبت رئيس لجنه الصحافه والاعلام على مستوى الجمهوريه بمنظمه حقوق الانسان بقياده المستشار احمد عبد الستار رئيس مجلس اداره المنظمه المصريه العربيه لحقوق الانسان والتنميه. وربنا اكرمني برضو بمنصب تاني، يعني ان انا ماسك المدير المكتب التنفيذي لحل شكاوى المواطنين وفض المنازعات بحي المطريه. طيب ده هيقودنا لكلام كتير جدا في مساله حل مشاكل المواطنين وفض المنازعات. اذا فانت حريص على العمل المجتمعي وخدمه المجتمع من بدري. تمام. نقول من امتى يا استاذ سيد؟ والله هي فكرة التعامل مع المجتمع المدني وحل شكاوى المواطنين هي بدأ من زمان، بس ما كانتش بصورة قوية، هي بدأت بصورة قوية من قرابة 15 سنة. بس أنا كنت يعني لما أنا يعني بسعى في حل مشكلة أو خدمة إنسانية، يعني أنا كنت بتعامل مع رب العزة في إن أنا خلاص يعني هي المشكلة اتحلت والموضوع خلاص، يعني أنا كنت سبب فيه في إن ربنا عز وجل أكرمني إن أنا حليت المشكلة وخلاص ومشيت. فإلى أن طرق الأمر للناس كتيرة قوي، يعني قالوا أنت بتخدم لوجه الله، أنت يعني ما بتتقاضاش ما ما ما، يعني الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا عليا. فقالوا يعني إحنا عايزين حد يرشح نفسه، لأن أنا في تواصل مباشر مع جميع المستشفيات، مشاكل المستشفى، إن كان حد محتاج حاجة في مستشفى بروح معاه، إن كان حد محتاج أي حاجة في أي جهة بتواصل من الناحية الخدمية. فده أصل الموضوع. يعني انت بتشعر بسعاده في موضوع خدمه الاخرين، يعني الكلام ده مثلا معاك من بدري من زمان بتحبه ولا بتعمله علشان خاطر الناس يقولوا الاستاذ سيد ده راجل طيب وخير؟ لا خالص على الاطلاق. انا اصلا برضو يمكن وضحت لحضرتك استاذ احمد اني لما كنت بسعى في خدمه كنت بمشي، فكنت بسمع ان في حد تاني جه قال ان انا اللي عملت كذا، فكانوا اهل المكان يقولوا لا ده اللي عمله فلان الفلاني، فكانوا بيقولوا لي، فانا ما كنتش بتضايق. يعني انا نعم. يعني انا لما عملت الخير عملته من 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 صميم قلبي. نعم. ولكن مش لاجل حدث انا ببروز نفسي فيه او الى اخره. والكلام ده هو من حوالي 15 سنه. نعم. انا لقيت الجزئيه دي ربنا عز وجل اكرمني بيها، فخلاص انا يعني بقيت هي عايشه جوايا. خليني برضو طالما ذكرت حكايه 15 سنه اسال حضرتك عن عمرك في الوقت الحالي. أنا 47 سنة. نعم. متزوج وعندي يوسف سيد يوسف أولى كلية علوم جامعة عين شمس. ما شاء الله. معايا مريم أولى ثانوي عام. بسم الله ما شاء الله. معايا عبد الرحمن ده آخر حاجة عندي خامسة ابتدائي. إذن كل التحية للأستاذ يوسف والأنسة مريم والأستاذ عبد الرحمن إن شاء الله، لو أنتم بتتابعوا بابا إن شاء الله وبإذن الله، وبندعو البابا بإذن الله يكون إن شاء الله عضونا في مجلس النواب القادم. مرة تانية بدعو أهالي المطرية لمتابعة هذه الحلقة، ومن خلال هذه المتابعة أقول أن هناك عدد من الشياخات بمدينة المطرية، منها المطرية القبلية والمطرية البحرية والمطرية الغربية، وهناك أيضا منطقة عرب أبو طويلة أو بيسموها عرب الطويل. عرب الطويلة وعرب الحصن، دول العربين نعم. في منطقة المطرية طبعا، وعزبة العقاد، وفي نعم. عزب كتيرة في المطرية، لأن المطرية تحتمل كمية كبيرة من السكان. فعلا، وزي ما قال الأستاذ سيد فيما يتعلق بالسكان، عدد السكان في 7/1/2020 آخر إحصائية 534823 نسمة، والمساحة الكلية حوالي 13.4 كيلومتر، أما المساحة المأهولة بالسكان والخدمات حوالي 4.14 كيلومتر مربع. طيب برضو هرجع تاني للأستاذ سيد وأقول القطار السياسي ومحطات الوصول، هل هناك محطات وقفت عندها يا أستاذ سيد علشان خاطر العمل الخدمي؟ هل هناك أحداث معينة، أوقات معينة علمت معاك خليتك حبيت العمل المدني؟ تفضل. والله النقاط كتيرة يا أستاذ أحمد، النقاط كتيرة جدا جدا، منها أولا طبعا يعني هتسمح لي حضرتك إن أنا هتكلم إن في إنجازات تمت في حي المطرية. نعم. انجازات كانت، انا قلت برضو في قناه القاهره كان في تسجيل، وكان قناه القاهره كانت نزلت سجلت وصورت مع اللواء حسام لبيب رئيس حي المطريه. نعم. المطريه يعني كانت مهمله جدا جدا وبقت حاجه تانية خالص. نعم. جزيل الشكر للقياده السياسيه
بجد يعني حصلت طفرة في المطارية غير عادية، كباري بطريقة يعني لا توضع في الخيال. نعم. تطور في الشوارع وتوسعة بعض الشوارع، ويمكن عايز أقول النسب الكبيرة من الشوارع العمومية. المطارية كانت مزدحمة جدا جدا، لأن كان في نقل سوق الخميس. طبعا حضرتك ده كان عامل عائق رهيب جدا جدا، هو كان في شارع الحرية، وشارع الحرية دون يربط ما بين مسترد وميدان المطارية، ومسترد دون اللي بيدخل حضرتك على محافظة تانية اللي هي محافظة القلوبية، نعم. وميدان المطارية بيدخل حضرتك محوره بيدخل على مصر الجديدة، وبيدخل على القصر الجمهوري، وبيدخل على مناطق عدة. نعم. الشارع دون كان غاية في الازدحام. فطبعا بقيادة القيادة الحكيمة لرئاسة الجمهورية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نعم. في خلال وقت معين وخلال وقت يعني بسيط جدا لا يذكر، الدنيا اتغيرت. نعم. وكانت طبعا يعني الناس ذات نفسها يعني حست ان هي مش في المطريه، لدرجه ان في ناس سكان خارج نطاق المطريه يعني قالوا احنا دي المطريه، يعني احنا داخلين المطريه، هم متعودين ان هم داخلين بعربيته او ايا كان بواسطه نعم. مواصلاته، ان هو عارف ان هو هيعطل جوه المطريه تمام. عشان خاطر يخترق المجال ويروح نعم. اتجاه تاني. فدي في حد ذاتها كانت تطور غير عادي. وطبعا اللواء حسام لبيب هو رئيس حياة المطرية، طبعا هو كان القائم على الأعمال طبعا بعد القيادات الجميلة من رئاسة الجمهورية رأسا للواء حسام لبيب، وبرضو اللواء خالد عبد العال، واللواء إبراهيم المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ والمحافظ. كانت يعني بعض الأحداث بجد تحت منظور قوي جدا جدا، وتمت من خلالها أن المطرية بقت حاجة يعني بسم الله ما شاء الله لا تتوقع. تمام. كل التحية لمعالي اللواء حسام لبيب رئيس حي البطارية، وأيضا كل التحية لمعالي اللواء خالد عبد العال واللواء صابر المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ، المهندس إبراهيم صابر، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل والرئاسة العاملين طبعا يعني نعم نعم على رأس القائمة. وطبعا كل التحية لمعالي دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هناك نهضة ونقلة حضارية غير عادية في المطرية فعلا، وأصبح هناك المحور اللي جاي من حلمية الزيتون وقاطع المطرية لغاية الميدان ورايح لغاية مستورد، أصبح فعلا طريق رائع جدا جدا وحضاري، وهناك نهضة حضارية تتم بشكل جيد. طيب، ده عمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولكن كانت هناك ليك بعض البصمات أو بعض معانا مين؟ طيب، هناخد أسامة من المطرية ونعود مرة تانية للحديث. أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بس نوطي التلفزيون أستاذ أسامة ونسمع من التليفون بعد إذن حضرتك. ألو. اتفضل، معاك، أنا سامعك. معالي الأستاذ أحمد يوسف، تحياتي. أهلا بيك. تحية لقناة الصحة والجمال. الله يبارك. وتحية لنائبنا الجديد اللي أنا أتمنى يكون نائب المطرية، الأستاذ سيد يوسف، خادم المطرية وخادم أهل المطرية، واحنا من عشاقه وبنحبه، وربنا يعينه على المطرية وربنا معاه. وتحياتي ليكو وشكرا. كل التحية لحضرتك أستاذ أسامة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الجميلة. الراجل بيتكلم يعني أستاذ أسامة بحب كده وبحمية، وبقول يعني الراجل إن أنت بتخدم بشكل جيد، وده هيخليني بقى أقول يعني إيه نائب الغلابة. والله يا استاذ احمد، نائب الغلابه هو الجزئيه في التواصل مع اخواتي واهلي وناسي اهل المطريه. نعم. تمام. في زي ما قلت لسعادتك في بدايه الحلقه، في المقام الاول ان المطريه فيها تكدس سكاني غير عادي. نعم. عندنا طبعا يعني هي منطقه شعبيه من الدرجه الاولى. مش منطقه يعني تعتبر من المناطق التي تحتمل الرفاهيه العاليه، ولكنها مناطق لها اصول، ولكنها هكمل سعادتك من ايام الاسره الثانيه، من ايام الالفيه الثانيه قبل الميلاد، وده مربط الفرس. نعم. حضرتك ان ده مدخل رئيسي في الحديث بتاعي. ان عندنا في المطريه هي من اعرق المناطق على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لان فيها مسار العائله المقدسه شجره مريم، وفيها طبعا مسجد المطراوي اللي هو سميت المطريه على اسمه، وفيها مستشفى المطريه التعليمي، ودي تعتبر من اكبر المستشفيات على مستوى الجمهورية مساحة. هتوقف عند هذه المساحة. اتفضل. واخد رجب من الفيوم. السلام عليكم رجب. عليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا استاذ رجب، اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. انا مواطن من الفيوم، من محافظة الفيوم. عندنا عضو مجلس الشعب. نعم. ومركز قضية. نعم. انا محافظة الفيوم. انا كنت
باخد معاش تكافل وكرامه بقالي اكثر من 4 سنين. معلش يا باسم كنت داخل تغير الحوار بس معلش دي مشكله مهمه. اهلا بيك. اداره مصنع والمرتب بسيط، فجت وقت بقى لها 3 سنين رحت لعضو مجلس الشعب ورحت لابو سمنة ما فيش اي استجابه بقى لها 3 شهور. نعم. قدمت ما يفيد ان انا استحق، قدمت كلام كتير ورحت رقابه الاداريه وقابلت وعملت ما فيش اي استجابه وما فيش اي حل، اعمل ايه؟ عضو مجلس الشعب المفروض منوط انه يحل مشاكل المواطنين ويتبين ويتحرر ويسد كلامه ولا الكلام ده في حاجه غلط؟ طب دلوقتي بس هناك فترة انتقالية ما بين المجلس القديم والمجلس الجديد اللي هو مجلس النواب 2020، ربما يكون في هذه الفترة بتبقى المسألة بس عند بعض الناس صعب حلها، ولكن محتاجة منك بس بعض الصبر أو بعض المتابعة وثقتك في عضوك إن شاء الله، في عضو اللي هو بينوب عنك، أو إنك تتجه للجهات السيادية والجهات المسؤولة، وإن شاء الله وبإذن الله ربنا يعني يكرم وإن شاء الله توصل ليه المستحق. طبعا لما تيجي كلمة معاش بتبقى مسألة صعبة، لأن المعاش بالنسبة لحياة الإنسان هي حياته، هي اللي بيصرف منها على الكهرباء وعلى المية وعلى النور وعلى الغاز وعلى الأولاد وعلى العلاج، والله يكون في عون الناس. فإن شاء الله بإذن الله نأمل، وإن شاء الله يكون المسؤولين سامعين هذا الحوار، فإن شاء الله بإذن الله تصل إلى مبتغاك. نعود مرة تانية وتوقفنا عند المساحة، تفضل. هي المساحة المستشفى طبعا مساحة كبيرة جدا جدا، عندنا معهد الكلى، عندنا برضو بعض الـ الأماكن الحيوية، عندنا نادي المطرية. نعم. يعتبر من أقدم نوادي جمهورية مصر العربية. الأماكن ذات نفسها يا أستاذ أحمد زي ما قلت لسعادتك في بداية الحلقة، أماكن تحتمل أو تحمل تراث إسلامي ومسيحي. نعم. ويعني وده في حد ذاته يعني يخلينا إحنا بجد كنواب مرشحين أو مرشحين للمجلس، كل واحد فينا عايز بجد يعني يتعاون مع الاماكن السياحيه دي، لان في ناس بتجي لها من ابعد الاماكن ومن ابعد الدول. طبعا بس نروح لابعد الاماكن. معانا رجب من الاقصر، السلام عليكم رجب. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. اهلا وسهلا، ازيك يا عم رجب؟ حياتي لضيفك المحترم وان شاء الله بالنجاح باذن الله. ربنا الله يبارك فيك يا استاذ رجب. الله يبارك فيكم يا رب، وتهاني فريق الاعلام ومشاهدينا وقناه صحه وجمال امد. الله يعزك يا استاذنا الكريم. بالنسبه يا فندم، طبعا جيت في الايام الاخيره انا حضرت يمكن 8 يعني دورات انتخابيه. نعم، ربنا يديك الصحه وطول العمر. والله في مركز اسنا. نعم. محافظه الاقصر، انا ما شفتش اي خدمات من اي نائب، وهات لي اي نائب في مركز اسنا يقول لك عملت اي خدمه. فهل الانتخابات الدور ده هيبقى البيزنس ليها دور؟ وانا سامع البزنس اترسم جدا والله، يعني وانا الصندوق هينجي اللي هو يستحق. والله في ظل القيادة الحكيمة الحالية، قيادة الدولة في الوقت الحالي، هناك مساعي قوية ورهيبة لتعديل أمور كثيرة جدا جدا. فشكرا لحضرتك طبعا أستاذ رجب من الأقصر، بنحييك على اتصالك، ولكن خلي أملك في ربنا عز وجل. هي بس المسألة محتاجة أن الاختيار بس يكون أن بعض الناس يكون عندها من الوعي. للأسف برضو خلينا نقول حاجة يا أستاذ رجب، طبعا ودي بقى عايز أقولها لكل الناس، الصوت الانتخابي أو ندي صوتنا لحد هي عبارة عن شهادة، والشهادة دايما بنقول يا إما أنها قول مأجور أو حق مبرور. يعني إيه؟ يعني إما إنسان بيروح بيدلي صوته بموجب فلوس معينة، بيبيع صوته، وده والعياذ بالله حرام. وفي إنسان تاني بيختار بعقله بقلبه المرشح اللي هيتكلم عنه في مجلس النواب. وأنا عايز أقول للناس كلها وأذكر الجميع بأنه هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسمع أو يقرأ هذا الحديث يبقى في رعب. غير عادي أن الإنسان يقول كلمة مش كلمة حق. كلمة الحق دي تنجي الإنسان من النار إلى الجنة، وحتى بيقول في الحديث يوجب له النار، فعل مضارع يعني حالا أوجب له النار مع قول الزور بتاعه، وحرم عليه أمر يعني بقى أصبح ماضي خلاص، ده في النار من زمان. الناس تنتبه لهذه المسألة وبلاش تبيع صوتها. المنابر الإعلامية موجودة علشان الناس تقول برنامجها الانتخابي وتختار بالحق وكده، وبيحصل ندوات ومؤتمرات والكلام ده كله. خلينا ناخد احمد من سوهاج. السلام عليكم استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل.
اكلم الاستاذ سيد. اتفضل يا استاذنا. يا استاذ سيد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، معاك احمد ابو زيد. استاذ احمد شرفنا. استاذ احمد ازاي حضرتك، عامل ايه؟ مقيم في المطريه. تشرفنا يا فندم، تشرفنا. ربنا يبارك فيك، انت اهل الخير. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اعمالك واصله والله عندنا في المنطقه بتاعتنا. ده من فضلك. نتمنى لك النجاح ان شاء الله باذن الله والتوفيق. من فضل ربنا يا استاذ احمد. باذن الله هتكون من الناس اللي هي بنتمناها كلنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوقك العالي. واعمالك الخير بفضل الله موجوده عندنا في المنطقه. شرف كبير ليا يا فندم، شرف كبير ليا. شكرا ليك استاذ احمد ابو زيد من سوهاج ومقيم بالمطريه. واضح طبعا في تفاعل مع الناس وفي حب كتير. الحمد لله يا استاذ احمد، ده من فضل ربنا. الحمد لله. الحمد لله. طب برضو احنا نسينا نقول ان في معلم ديني في المطريه وهو مسار العائله المقدسه، وهو بئر وشجره مريم، وطبعا ده من المعالم الدينيه الرائعه في منطقه المطريه. ويقال او بعض البوابات الالكترونيه بعض المؤرخين بيقولوا انه تم اغتسال السيد المسيح عليه السلام بهذه البئر الشريفه. طبعا اذا فالمطريه لها باع كبير ولها مكانة عظيمة كحي من أحياء مصر. ولكن هرجع تاني بالحوار للأستاذ سيد. معنا حد من المطرية؟ مين؟ ياسر من المطرية. السلام عليكم أستاذ ياسر. السلام عليكم وبركاته. أهلا بيك ياسر، اتفضل. ازيك يا أستاذ سيد؟ أحمد عامل إيه، أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله بخير. الله ينور، وإحنا سعداء إن إحنا شفنا الأستاذ سيد وربنا يبارك ليه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يبارك. اكلم الاستاذ سيد. اتفضل يا استاذ ياسر. ازيك يا استاذ سيد؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك الحمد لله. مش فاكرني؟ مش واخد بالي. معاك جاب الله سامبا بورديه. ازاي حضرتك؟ جاب الله سامبا بورديه. يا اهلا وسهلا، تشرفنا. تشرفنا. الله يسلمك يا عزيز. الله يسلمك. تشرفنا بعائلات الحاج سامبو وشرفنا. حضرتك يا سياده النائب. الحمد لله، ربنا يخليك. كان لنا لقاء جميل معاكم طبعا. خير حضرتك في المطريه، يعني ربنا يعني يبارك لك ويكفيك شر المرض ويعني يصلح لك الحال كده. يا رب يخليك، ده من ذوق حضرتك العالي، ربنا يخليك. شرف كبير ان احنا قعدنا وتواصلنا معاكم يعني. شكرا جاب الله. هو طبعا قالوا لي في الاير بيز ياسر، لكن انا بشكرك كاستاذ جاب الله سامبو ابو عرديه. مظبوط كده؟ انا شرفنا. صح فعلا يا فندم. نعم نعم، ده الاسم. طيب احنا بمناسبه يعني في تقرير معانا جايب الاستاذ سيد معاه، استاذ محمد الكيلاني مخرجنا الجميل. يا ريت ان احنا نعرض برضو الفيديو ده اللي هو العمل في الشارع المصري، يعني جاهز ان شاء الله؟ طيب كويس، ماشي، يلا بينا. سنه كامله ايه هو مجلس الشعب وازاي بنختار اعضاء مجلس الشعب. اصنعوا لنا القوانين اللي تريحنا احنا، مش القوانين اللي احنا نجبر على تنفيذها غصب عننا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد يوسف. انا مهنتي ووظيفتي، انا شغال في الاعلام، الهيئه الوطنيه للاعلام. انا محلل نظم بالدرجه الاولى، وكان عظيم الشرف ليا اني برضو عينت بمنصب رئيس اللجنه العليا للصحافه والاعلام لمنظمه حقوق الانسان بقياده المختار احمد عبد الستار رئيس مجلس اداره المنظمه وعميد اعلام المنظمه للاستعانه والاعلام. كان ليا الشرف برضو We'll be right back.
وقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط. من أجل التواصل مشاهدينا عدنا إليكم مرة أخرى نتواصل معكم في برنامجنا وبرنامجكم تحت القبة. ومعنا في اللقاء الطيب الأستاذ سيد السيد يوسف هاشم المرشح لعضوية أو لمجلس النواب 2020. برحب بيك مرة ثانية أستاذ سيد. سيد يوسف هاتوه ده شبعان من بيت أبوه. ايه رايك في السلوجن ده؟ جميل طبعا مفيش كلام يعني. طب قبل الكلام ناخد عنتر. السلام عليكم عنتر. عليكم السلام والله وبركاته. اهلا بيك يا عم عنتر. ازيك يا ريس؟ اهلا بيك يا حبيبي. عامل ايه يا باي؟ والله تمام. كل سنه وانتم طيبين يا عم. وانت طيب يا عم عايزينكم تعلموا الناس. تعلموا الناس يا عم. ما تاخدش يا عم تاخدش حد من حد ولا سكر ولا الكلام ده للنواب كله. نعم نعم عندك حق كمل. واخد بالك في حياه المجلس حياه الناس يا عم الاعضاء اللي في المجلس دي تتغير كلها يا عم من اولها لاخرها. والله ما في غير اعداد يعني النواب تتعدى على الصوابع. نعم ان شاء الله التغيير قادم باذن الله تعالى. باذن الله تعالى التغيير قادم واحنا بنضم صوتنا لصوتك. لا للرشوه لا لان انسان يبيع صوته بالفلوس. يعني دلوقتي فعلا في ظل القياده الحكيمه لجمهوريه مصر العربيه كل شيء ان شاء الله بيتم تنصيبه في اتجاه سوي ومستقيم بفضل رئاسه الجمهوريه سياره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الدوله كله. فان شاء الله باذن الله نامل باذن الله أن يتم التغيير ونأمل إن شاء الله بإذن الله يكون مجلس النواب القادم مجلس نواب مختار بإرادة الشعب وإن شاء الله يكون في خدمة الشعب. معنا حد تاني؟ طيب نرجع نستكمل. أعتقد إن محتاج تراجع هذه المسألة لأن أظن في وقت أكتر من كده. أستاذ محمد الكيلاني. طيب سيد يوسف هاتو ده شبعان من بيت أبوه. سيد يوسف نائب الغلابة ماذا تقول حول هذا السلوجن أو هذا التعبير؟ والله هو طبعا اسعدني جدا يعني لان فعلا زي ما قلت لحضرتك استاذ احمد في بدايه الامر ان انا كنت بجري في الخدمه ما كنتش بدرى يعني انا متواصل عليها بطريقه لا اراديه. نعم. فالناس لما حضرت المؤتمرات معاها واعلنت ترشحي واعلنت ترشحي للبرلمان 2020 طبعا حصلت لقاءات مع ناس فكانت في ناس في خلال الندوات دي بتقوم وتقول والله انا خدمت من الأستاذ سيد اليوم الفلاني الساعة الفلانية لكذا والكذا والكذا. فأنا كنت أسعد الناس كنت فرحان جدا جدا لأني أنا لما زي ما قلت لحضرتك لما جريت ورا حاجة معينة زي كده ما كانش في دماغي أن أنا يعني أكون على الساحة. فطبعا هو الناس لقبتني باللقب دون إن كنت بقى شبعان من بيت أبويا وده الحمد لله والدي الله يرحمه الحاج سيد يوسف رحمة ربنا عليه هو ومتنا طبعا ومات المسلمين ربنا على العفة وعلى الكرامة وعلى ان احنا ما نبصش في ايد حاجة لحد جنبينا. فالحمد لله هم لقبوا لقب اتمنى من الله عز وجل يكون من قلوبهم وفي نفس الوقت اتمنى من الله ان انا اكون عند حسن ظن الناس. طيب قبل ان انهي اللقاء هقول انا الاستاذ سيد يوسف المرشح لعضوية مجلس النواب هو رجل موظف بالدولة لا يملك الا مرتبه. سيد يوسف المرشح لمجلس النواب هو رجل فقير يعني شأنه شأن كل المصريين. سيد يوسف اللي هو مرشح لمجلس النواب 2020 هو رجل لا يستطيع أن يعطي 50 جنيه لفرد واحد عشان يطلب صوته لأنه محتاج ال 50 جنيه لبيته. معنا اتصال أو حاجة؟ ها؟ إيه؟ مصطفى السلام عليكم مصطفى في حاجة في الإربيز. مصطفى السلام عليكم مصطفى. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك مصطفى اتفضل. استاذ سيد السلام عليكم. هنا يا استاذ سيد السلام عليكم. انا سامع حضرتك. اكلم حضرتك. انا سامع حضرتك كويس اتفضل. انا مصطفى عبد الحميد الشهير بسكر. تشرفنا. تشرفنا. الشهير بسكر. تشرفنا يا فندم تشرفنا. ايوه ربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يخلي حضرتك ربنا يحفظك. ربنا يوفقك على انت راجل خدوم من غير اي حاجه يا استاذ سيد. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب. ربنا من فضل ربنا الحمد لله. شكرا ليك شكرا ليك استاذ مصطفى. الحقيقه انا
كنت حريص جدا ان احنا ما ننزلش رقم تليفون على الشاشه وما ناخدش مداخلات، مع احترامي كل دخلوا، عشان كنت الحق بس اخد فكره البرنامج الانتخابي عند استاذ سيد عشان اهالي المطريه، هو ده اللي يهم الناس. ولكن طبعا برحب بكل الناس اللي اتصلوا، لكن احيانا بيبقى الوقت طبعا ضيق والكلام ده كله. طيب خليني ارجع اقول بس الكام كلمه انا قلتهم قبل الاتصال بتاع استاذ مصطفى، ان فعلا سيد يوسف كمرشح لمجلس النواب 2020 هو رجل موظف عادي، شأني شأنك، شأنه شأننا جميعا، لا يملك المال لشراء الأصوات، ولكن هو إن شاء الله بإذن الله. طيب معانا اتصال أهم جدا وهو الحاج سامبو. السلام عليكم حاج سامبو. أستاذ أحمد أهلا بك يا حاج سامبو، اتفضل. إزاي صحتك؟ أهلا بك أستاذ أحمد، الله يبارك فيك، اتفضل. إزاي صحتك يا باشا؟ والله الحمد لله يا حاج سامبو. إديني أستاذ سيد لو سمحت. معاك أهو يا حاج سامبو. أنت شرفتوني. الله يبارك معاك يا حاج سامبو، مع حضرتك. الله يسلمك. إزيك يا أستاذ سيد؟ الحمد لله يا حاج سامبو. أنت منور الشاشة والله. ربنا يخليك، ده نورك. وإن شاء الله هتنور المجلس بأمر الله. يا رب تكلم واعتمد على الله. تنور المجلس وإحنا وراك لو حتى تروح في فين. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك لك فيه. الله يخليك يا باشا، ربنا يكرمك. شكرا ليك، شكرا ليك حاج سامبو، شكرا ليك حاج سامبو. طب الحاج سامبو بقى اللي هو انت كنت عامل الندوه عندهم المؤتمر. الحاج سامبو كان اخر لقاء فعلا. الحاج سامبو ابو عرضيه هو من كبار العرب الطوائله وعرب الحصن طبعا، وهو يعتبر اب فاضل لينا ومربي اجيال، فكان هو دعاني في ندوه للحضور للتعارف والتواصل في حديث البرلمان، وبصراحة لقيت استقبال حافل رهيب جدا 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 من أسرة الحاج سامبو، والحاج سامبو طبعا على رأس القائمة، وسعدت باللقاء مع أهل الطويلة وأهل عرب الحصن والجلوية، وتشرفت بالأستاذ وائل عمر نجم الدين من الجلوية، وتشرفت بالحاج عماد تمام، وتشرفت بالحاج رمضان طنطاوي، وتشرفت بالأستاذ الكبير العلامة الأستاذ مجدي ياسين اللي هو شرفنا، وطبعا كان حاضر في اللقاء المستشار احمد عبد الستار رئيس مجلس اداره المنظمه العربيه لحقوق الانسان، والاستاذ عادل الهواري، والاستاذ اسامه ابو شادي، وكانت في ناس كتيره يسامحوني لو انا ما تذكرتش حد فيهم لان كلهم فوق راسي. فكان فعلا كانت ندوه جميله جدا جدا في وسعايه، هي اسمها وسعايه الحاج سامبو ومنظرته يعني، فتشرفت بالناس وكان في لقاء جميل يعني. طيب برضه حاضر معانا على الهاتف عز. السلام عليكم عز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد مشرفنا ومنورنا، الله يبارك فيه. الأساس المطرية والولد الكبير الحاج سيد يوسف الله يرحمه، الله يبارك فيه، وكلنا بنترحم عليه، ومن أساس عائلة الجلوية وكلها من كبير لكبير، وإحنا أبو مسلم فداء لسيد يوسف برجولته وشهامته وحنيته لأي حد بيخبط عليه باب وبيسأله، هو ما بيجيبش ورا، بيدور العربيه وبيتكل على الباب ويقول يا رب وقف لي ولادي الحلال. فانا بتكلم كده يعني شفاعه لله، ثم ان ربنا ينظر له بعين الرحمه ان هو ينولها، عشان في ناس كتير غلابه في المطريه. الله يخليك. وانا اشهد، ولان كانت معايا ظروف وحالات تخصني انا شخصيا، انا واختي اللي ماليش غيرها في الدنيا، ربنا يخليها لي يا رب، واولادي. أنا شغال في المطار في قرية البضايع في الشحن الجوي، وشركة محترمة جدا، وبتسعى لأنها تقف مع الناس وفي مواضيع وبتتحل. زي برضو كده ما ربنا سخر الأستاذ سيد اللي مشرفنا ومنورنا ومنور الشاشة كلها. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كل أهل يوسف وكل أهل الجلوية، والحاج عمر الله يرحمه، والحاج رضا منطاوي الله يرحمه. الله يرحمه. وده كله عاوز اكلم الاستاذ سيد يوسف كلمتين. بس يتفضل بسرعه. طيب. يا حبيبي انا اسف للاطاله، ويعني ده انا في كلام كتير اللي انا عاوز اقوله ما يوفيش جزء صغير من اللي عمله الاستاذ سيد في المنطقه او في عز ابو مسلم او 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 مش عاوز اسمي، لان ده الراجل ده ماشي لله، وربنا يوفقك يا استاذ سيد. شكرا خيرك يا استاذ عز. شكرا ليك. شكرا ليك استاذ عز. في الحقيقه يعني استاذ عز الرساله هي عبرت عن كلمة نائب الغلابة، واضح جدا ان الاستاذ سيد من فترة طويلة، وانت ما شاء الله ربنا يجعله في ميزانك بعيدا عن مجلس النواب، ربنا يجعله في ميزانك. شرف كبير لي يا ربنا. ومرة تانية انا بقول والله انه 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 بعض الناس الشرفاء اللي هم بيقولوا مش عايزين نبيع صوتنا لحد، امامكم مرشح هو لا يملك المال حتى يعطي احد 50 جنيه لشراء صوته،
ولكن هو يقدم خدمات. صح كده ولا انا غلطان؟ بالظبط يعني. حتى لو معايا مش هدي. لا تملك الا مرتبك. لان المبدا موجود. نعم لا يملك الا مرتبه، لكن حب الناس اهم واكتر من كل حاجه. طيب علشان في الاستوديو بيقولوا عايزين نخلص، تقول لي مين شكرا من قلبك عشان انهي اللقاء؟ اولا بشكر كل الناس اللي ساندتني. نعم بشكر كل الناس من كبير لكبير. زي يعني انت قلت لي مثلا الاستاذ وائل عمر نجم الدين. الاستاذ وائل عمر يعني هو بجد يعني هو يعتبر من الناس الافاضل اللي يعني كانت واقفه جنب مني جدا في مقابلات الناس، واللي خلاني اتشرفت بناس كتير جدا. ووالد الاستاذ وائل طبعا الله يرحمه ويحسن ليه من ضمن الناس اللي كانت بتدعمني وبتحفزني ان انا اتوجه في الموضوع دون. وزي ما قلت لحضرتك يعني اهالي العرب واهالي الاعقاد واهالي الليمون واهالي عرفات والعزب اللي حوالين المطريه كلها، الحاج عماد والحاج عماد تمام والحاج رمضان طنطاوي، كل الناس دي عشان ما انساش حد وحد يزعل مني يا جماعه في الشاشه. بجد انا بشكركم. المستشار احمد، المستشار احمد عبد الستار، والاستاذ مصطفى صلاح الدين رئيس مجلس اداره جريده الحياه اليوم، اتعلمت عليه حاجات كتير. والمستشار احمد عبد الستار برده كان من ضمن الناس اللي دعمتني جدا وقالت لي ادخل وان شاء الله باذن الله يعني احنا في ظهرك وانت تستاهل. فبصراحه انا عشان ما حدش يزعل مني يا جماعه وعشان ما انساش اي حد، انا بشكر حضراتكم من الالف للياء. تمام. كل حد وقف جنب مني. طبعا بيبقى الانسان في برامج الهوا بيبقى مضطرب شويه وبيبقى اول مره اسجل اصلا، اول مره يطلع هوا في الاعلام بس اول مره اسجل. طبعا ايه كل الاسماء نسيها، ولكن انا بكمل على كلامه وبقول ان كل الناس اللي واقفه جنب الاستاذ سيد واللي بيدعموا بقلوبهم بعقولهم ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. يكفي ان انت يكون اختيارك بارادتك السياسيه وليس باراده ماليه من احد يسبغ عليك بالفلوس. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء الجميل اشكر باسمكم الاستاذ سيد السيد يوسف هاشم، المرشح لعضويه مجلس النواب 2020 ومحلل النظم بالدرجه الاولى بالهيئه الوطنيه للاعلام، وايضا احد العاملين في برنامج صباح الخير يا مصر سابقا. صباح الخير يا مصر سابقا وصباحنا مصر وصباحنا حاليا. مصر حاليا. شكرا لكم على طيب المتابعه مشاهدينا الكرام، وبشكر اسره العمل. كنت اتمنى ان اقول اسماء فريق العمل معي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.